يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يصلي خارج الحرم ولا يرى الصفوف متصلة التي أمامه وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز أن الإنسان يصلي خارج المسجد إلا إذا امتلأ المسجد، سواء المسجد الحرام أو غيره، لا يجوز له يصلي خارج المسجد إلا إذا امتلأ الداخل واتصلت الصفوف بالخارج وكانوا يرون الإمام أو يرون من خلفه من باب أو من نوافذ اتصلت الصفوف. ينبغي معرفة هذا الحكم، إذا امتلأ الداخل واتصلت الصفوف للخارج وكانوا الذين في الخارج يرون الإمام أو يرون من خلفه من الصفوف حتى يقتدوا بالإمام، فلا بأس بذلك. نعم.